هلا محمود اول ما خلق كان عندي 6 بنات على 3 صبيان. وقت اللي اجى محمود طرت فيه فرح، بسطت فيه كثير. كبرت نشنش صار وقت المدرسة. ضعف قولي ضعف. قال لي بده مستشفى الحكيم. وقت اللي فحصوا قلت له شو بي يا حكيم؟ قال لي في عنده صمام تبع قلبه ضعيف شوي. ما شو بشي. محمود دنه مسافر الله يرضى عليه ويعمه برضه. بيحب المدرسة كتير. أخيراً وبعد هجوم عنيف دام 6 أيام شنته الميليشيات اللبنانية ودعمته الوقت مساء ابني. الله أخذ أبوهم سبحانه وتعالى شاب يعني.